في ليلة العرس تلبس العروس ثوبا أبيض وتضع على رأسها غطاء أبيض وتكون حقيبتها بيضاء، وكذلك الشراب والقفاز والجزم أكرمكم الله أيضا. فهل هذا من التشبه بالرجال من حيث الملبس؟ وهل إذا قصد بلبسه ترك السواد تطيرا أو نحو ذلك، هل في ذلك محذور؟ أفتونا مأجورين، وبماذا توجهون؟ الواجب على المرأة أن تلبس ما جرت العادة بلبسه في نساء بلدها، وألا تخالف عادة بلدها في اللباس. فإذا كان عادة النساء في البلد لبس لون معين خاص بالنساء فإنها تلبس ذلك ولا تخرج عليه، لأنها إذا خرجت عليه صار ذلك من الشهرة. هذا هو المطلوب. ربما أصبح مثل هذا هو المشهور الآن. ولم يكن عند المسلمين، لم يكن معروفا عند المسلمين أن العروس تغير ملابسها من الملابس العادية للنساء في بلدها إلى البياض في هذه الليلة، هذا لم يكن من عادة المسلمين وإنما هو من التقليد المستورد، يجب ترك هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم.